في تقنيات حديثة طرأت مؤخرا، يعني احنا زمان كنا نعرف انه عصب الأسنان مثلا ياخذ أسبوع عشان يتعالج، هل قلت هذه المدة وفي تقنيات حديثة طرأت ولا لا لسه لازال العلاج حق عصب الأسنان بياخذ وقت وجلسات و... لا أكيد هلأ صار مع تطور الوسائل الحديثة صار في الاستخدام المبارد الآلية أو الدوارة بتستختصر كتير كتير من الوقت، وصارت عملية مزن عصب أسهل بكتير من الأول. معانا فيديو دكتور بس لو تشرح لنا عليه. هلأ هون عملية نزع العصب صارت أسهل بكتير من أول. شوف أول شيء نزعنا العصب، بعدها نجيب سائل اللي هو هيبوكلورايت الصوديوم بنعقم فيه القناة أوكي، واللي هو بيسهل عملية دخول الأدوات بدون ما يكون أدوات القنوات جافة عشان ما يصير فيها انتقاب ولا شيء. بنبلش ننظف داخل تجويف القناة شكل لطيف وشوي شوي، طبعا كله تحت البنج الموضعي، المريض ما بيحس بأي شيء. هون جهاز تحديد الدروة، لازم نستخدم جهاز تحديد الدروة اللي هو بيقسم الطول الكامل للجدر عشان ننظف كامل طول الجدر. هذا زي الالتراساون يعني او زي الاشعة بيظهر لك نهاية الجذر ولا انت بتقدر تعرف؟ هو جهاز مخصوص اسمه ابيكستوكيتر اللي هو بيحدد تماما انه انت وصلت لنهاية الجدر، في حال تجاوزت نهاية الجدر بيعطيك صفير بيسمع المريض في شيء غلط صار اذا مو متواصل. اوكي. ينبه انه خلاص وصلت لهون لبقى تتجاوز المنطقة هي. تمام. نظفنا رجعنا حطينا سائل الارواء لكامل القناة، جففناها في الاقماع الورقية. جففنا القناة، لازم تكون القناة جافة تماما قبل ما نحشي حشو العصب. جبنا حشوة العصب وحشيناها وخلاص. لاحظي معي انه موضوع ابسط يعني بكثير من يوم واحد ممكن تتم هذه العملية في جلسة واحدة. ممكن يصير علاج العصب وخلاص.